والموسى ينسحل والموسى ينسحل المعركة ستقل وأخندوش ينسحل وأخندوش ينسحل المعركة الوزارة من البرامج الوزارات المتعاقبة على تسيير هذه الوزارة التربية الوطنية الذين للأسف وزير لا علاقة له بالتعليم وزير لا علاقة له بالتعليم وزيرا كان اللي وزير الداخلية وزيرا يعني أصبغ ودخل وعطيه قطاع لا يمت إليه بالصلة ليس عليه بدراية نعم فهو كفاءة لكن ليس في التعليم. إذن فهذا النظام الذي جاء به نظام المآسي نحن قلنا بأنه نظام المآسي لأنه انتكاسي وفي تراجع على حقوق النسائيين في تراجع على القانون الذي ناضلنا ضده ديال 2000 النظام الأساسي ل 2003 الذي أصبح هذا النظام الجديد فهو انتكاسة وتراجع على النظام ديال 2003. إذن فبالتالي فنقول لا نقول بأنه يجب عليه يتراجع ويجب كامل النظام كامل فهو محبط لرجل التعليم وللأساتذة وللأستاذات وكل شيء. إذن كنطالبوا من الوزارة تحيد لها الفاتير تفل لها الفاتير من الشعلات والوزارة تحاول تحيد لها النظام الأساسي ولا على الأقل تعدلوا المطالب ديالنا. سمح لي نقاطعك الموقف ديال انت كأستاذ الموقف ديالكم ديال النقابات من هذا للرجوع للعمل في هذا الخضم ديال تعنت الحكومه واش يعني كان موقف اللي كان موقف يعني في صف الشغيله او لا عنده حسابات اخرى. احنا كنقابات خصوصا على الصعيد المحلي كنرفضوا الرجوع على الاقسام دون تحقيق المطالب. اول حاجه اللي بغينا نبداو لينا هما كيطالبونا احنا نبداو حسن النيه. علاش احنا نبداو نبنيو حسن النيه وهما ما داروش معنا حسن النيه؟ اول حاجه يحيدوا هاد النظام الاساسي راه رجعوه. حنا كنقابات راه كنساعدوا الشغيله التعليميه على طول الخط واخا كيامرونا النقابات المركزيه ديالنا باش نرجعوا راه ما غنرجعوش الاقسام ديالنا الى ما كان حل يرضي الجميع. وحنا راه حنا ماشي دعاة انقطاع العمل. حنا راه دوك الوليدات التلاميذ وليداتنا اساسا. انا راه عندي الوليدات انا كيرجعوا ليا هاد جوج وليدات واحد كيرجع ليا من الثانوي واحد بنيه كترجع ليا من الاعداد واش راه باغي وليداتي ما يقراوش حتى انا راه متضرر من هاد الشيء. كنطالبوا من الوزارة جلس معنا الحوار جلس معنا النقابات تعطي حلول. ومن هنا ومن هذا المنبر نقول لهم إننا مناضلون وحاضرون حتى تحقيق جميع أو كافة المطالب للشغيلة التعليمية. هذه المطالب مرة أخرى هي مطالب يعني لا دوليا ولا محليا ولا على الصعيد الإفريقي قاريا، هي مطالب جميع المتفق عليها أنها مطالب يعني تقوم باحترام الذات الأستاذية واحترام الأستاذ وجعل له شأن أيضا في الساحة وفي الدولة، لأن إذا خرب التعليم فإن الدولة تخرب تاهي كذلك. وبالتالي نحن من هنا يعني نشير إلى جميع المطالب التي نركز عليها ومنها يعني إلغاء هذا النظام المجحف اللي هو نظام المآسي نظام الأساسي الجديد، وأيضا يعني مطالب أخرى اللي هي كالزيادة في الأجور. يعني لا يعقل أن رجل تعليم يتقاضى يعني 5000 درهم في هذا الغلاء تاع الأسعار وفي ظل هذه الظروف القاسية جدا على رجال ونساء التعليم. وبالتالي كنقولوا لا حكامة حكرة بركة وخاصو يدير التلاميذ وخاصو هذا راه حيف لا على التلميذ وعلى أستاذ وعلى الأسرة المغربية ككل. ومن هنا أيضا نداء إلى وزير يعني العدل ووزير أيضا المياه والغابات في شخص نزال البركة وأيضا رئيس الحكومة، نحن سنناضل حتى تحقيق جميع المطالب. أنتم تعرفون مطالبنا. يعني نقول من داخل إطارنا العتيد التنسيق الوطني للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد أننا ماضون في هذا في هذه الاحتجاجات إلى أن تتلبى مطالبنا ولن نحيد قيل أنملة عن مطالبنا، وبالوحدة والصمود الحقوق ستعود ولن نتنازل. نقول للتلاميذ أننا
يعني نتأسف حقيقة لما يقع، ليس الأمر يعني ما باليد حيلة. خطوات الإضراب يعني تأتي كخطوات صعيدية بعد عدة خطوات سلمية، حمل الشارع، الوقوف يعني داخل الساحة، تجسيد وقفة داخل قاعة الأساتذة. الآن لم يبقى حل سوى الشارع، ونحن في الشارع من أجل يعني من أجل إيصال صوتنا، ونقول بصوت واحد ووحيد لا لهذا النظام الجائر. تحية. بصفتي كعضو في التنسيق الوطني للأساتذة حاملي الشهادات، فإننا أيضا تضررنا من هذا النظام الأساسي، وكنا ننتظر أن يتم فتح المباراة التي وعدت بها الوزارة بتاريخ 18 و 14 يناير 2022، إلا أننا نتفاجأ بالتماطل والتسويف كما هو عادة الوزارة بإجراء المباراة التي كانت وعدت بها السنة الماضية. ونطالب كذلك بتعديل المادة 41، وهذا الملف للتذكير فقد عمر منذ 2015، وبالتالي فإننا اليوم في هذه الوقفة الوحدوية التضامنية كجسد واحد نقول بأنه لا بديل ولا حل سوى فتح المباراة وترقية جميع الأساتذة حاملي الشهادات بدون قيد أو شرط وبأثر رجعي. إذن هي معركة مستمرة، معركة كرامة، معركة حرية. وكان سيفتح الله يقرأ على حسابنا الله يرحمه.